مفيش إرادة دولية بأن مصر تقوى، مفيش. مصر مستهدفة، مستهدفة من الغير. ليه؟ لأن الهدف الأساسي هو إضعاف الدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط لحساب دول أخرى، وبالتالي الشرق الأوسط ضعف، وبالتالي الشرق الأوسط ضعف. لكن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو سبح عكس التيار، الرئيس سبح عكس التيار، واستطاع بمؤسسات الدولة وبالقوات المسلحة وبالشرطة وبالشعب وبتلاحم الشعب معه أنه يجتاز كل هذه العقبات وينتصر على كل المؤامرات اللي كانت تحاجب مصر، وقدر أن يعبر بمصر إلى بر الأمان. أنا بعتقد أن احنا تجاوزنا مرحلة الخطر، تجاوزناها مؤقتا. خلال الفترة الرئاسية الأولى الرئيس قدر يعمل استقرار سياسي، قدر أن هو يحقق استقرار أمني، قدر أن هو يعمل شبه استقرار اقتصادي، وبادئ الآن في مسألة النمو، وبدأ مصر إن شاء الله في 2020 يعني هتتصدر المشهد في إفريقيا، وأنا أعتقد على 2030 هتكون مصر من دول العالم الأول.